هذا السائل يقول: ماذا نقول لمن قدم بعض التنازلات في دينه وفعل بعض الصغائر بحجة الوسطية والتحبيب في الإسلام وقوله لا تكن متشددا؟ هذه مداهنة، تنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الناس، هذه هي المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا تجوز المداهنة في دين الله عز وجل. نعم.